يسعد صباحكم. مجرد نقول بلازما اغلب الصبايا بيروح تفكيرهم على البلازما اللي بيتم حقنها بالوجه من اجل النضاره، بس هي ما بتقتصر على هذا الموضوع ابدا، فيها فوائد علاجيه وتجميليه كثير كبيره. خلونا نتعرف عليها مع الدكتور ضياء بلقيس، اخصائي الجراحه التجميليه والترميميه. خليكم معنا. صباح الخير. اسم العلمي هي البلازما الغنيه بالصفيحات. البلازما هي احد مكونات الدم. لما نحن بناخذ الدم بنفصل منه البلازما، في جزء من البلازما جزء غني بالصفيحات، هو هذا البي ار بي، هو الجزء الفعال في المواد الاساسيه لتغذيه الخلايا سواء بالبشره او بالشعر او اي مكان من الجسم بهدف معالجته. لهيك البلازما إلى عدة استعمالات بمختلف الاختصاصات، عم نشوف عم موجودة باختصاصات بعيدة عن التجميلية، من العظمية، من النسائية، باختصاصنا إن عم نستعملها لتجديد البشرة ولتغذية الشعر. أول مرحلة للحصول على البلازما هي سحب الدم، إجراء بيتم غالبا من الأوردة بالطرف العلوي. قديش الكمية ممكن نسحبها؟ حوالي كمية 10 سنتي ممكن نحصل منها على بلازما 4 سنتي، بلازما غنية بالصفيحات ممكن تكون 2 سنتي، فالمتعارف 10 سنتي كافية وبزيادة بدون ما تأثر أي تأثيرات سلبية هالكمية البسيطة على الجسم. هيدا دم كامل العناصر كريات الحمر مع البلازما. بعد شوي رح ناخذ نحن من البلازما ونفصل البلازما الغنية بالصفيحات. بيتم الفصل عن طريق جهاز التسفيل. جهاز تسفيل مسفلة بتعطي سرعة معينة بتفصل مع عناصر الدم، ونختار منهم البلازما. هلا هون بعد ما عملنا إجراء التسفيل على عينة الدم حصلنا على البلازما، هذا جزء بلازما الغنية بالصفيحات الأكثر فعالية. في جزء من البلازما بيكون فقير بالصفيحات، ما في داعي نحقنه ويسبب ألم، فقليل فعالية. إذا هي البلازما لازم تكون غنية بالصفيحات لتعطي المفعول. البلازما مثل ما حكينا له استعمالات علاجيه وطبيه. اليوم بالحاله عندنا احنا عندنا لما بيكون في عندنا تساقط شعر، فنحن عم نعالج هالحاله هي، طبعا بشروط عدم وجود امراض اخرى، بوجود تحاليل طبيعيه، عم نعالج تساقط شعر، عم نحسن جمال الشعر بنعومته. نفس الشيء بخصوص البشره، في مشاكل بالبشره، تعب، امراض معينه بتعالجها، واضافه اذا بتعمل نضاره. باختصاصات اخرى منها العظميه، في امراض منها تنكس المفاصل عم يستعملوا البلازما لتجديد الخلايا. اذا البلازما هي ماده بتساعد على تجديد الخلايا، فاي خليه جديده هي حتكون اكثر نضاره واكثر صحه. من الاختصاصات اللي بسمع انه بيستعملوها البلازما كمان اطباء النسائيه، حقن بالمبيض احيانا، تنشيط المبيض وبعض حالات العقم. رح نبلش هلا حقن البلازما بفرد الراس لتخفيف التساقط وتحسين صفات الشعر. في نقاط معينة بيتم فيها حقن البلازما بفروة الراس أو بشكل عشوائي؟ مو عشوائي، توزيع متناظر. نحن أكثر تشبيه بنستعمله للبلازما هو تشبيهها بالسماد للتربة. واحد بيسمي التربة بيترك مسافات فواصل بين الحقن والآخر. كل نقطة حقن رح تتوزع المادة بشكل دائري وتلتقي مع النقاط المجاورة، فهيك بنكون غطينا كل المناطق. إذا زدنا التباعد ممكن في محلات ما رح تاخذ حق من المادة، وإذا قربنا كثير رح يصير في عدد وخزات أكثر. هي الإجراء بشكل عام غير مؤلم جدا، بس يعني منطقيا حوالي مسافة سنتي إلى سنتي ونصف بين الوخزة والأخرى. فينا نركز أكثر على المناطق اللي بتشتكي منها السيدة أو المريض إنه هي عم فيها تساقط أكثر، ممكن نركز بمضاعف الجرعة. هلا المناطق اللي بيكون فيها إنه مثل فراغات بالشعر مثل ما بيقولوا بتفيد هيك حالة؟ بتفيد بشرط انه يكون في بعض الشعر الناعم اللي ما تساقط ما خسرنا لسه. البلازما ما فينا تطلع شعر من لا شيء، اذا في شعر عم يتساقط بتمنع تساقطه. اذا في شعر ضعيف وبر ممكن تحوله لشعر قوي تزيد تسرع نموه. اما المنطقه اللي تاخرنا عليها بالعلاج وموتت بصلات الشعر فهون ما عاد تفيد البلازما. صرنا بعلاج ثاني هو زراعه الشعر. هلا بعض الناس اللي بصيبهم ثعلبه بمنطقه الراس وبيبلش بعد فترة ينمو الشعر فيها، بتفيد هيك شيء؟ طالما في نمو شعر معناتها هسه في بصلات شعر سليمة، فهي تستفيد. أما بحالات متأخرة إذا صار في ضرر أذية كاملة لبصلة الشعر ما بتفيد. في ألم؟ خفيف.
حقن لازم يكون بعمق معين، لا يكون عميق كثير بعيد عن بصلات الشعر، ولا سطحي كمان يخسر الماده للخارج. اكثر المناطق تاثرا بتساقط الشعر هي المناطق الاماميه عند الرجال غير عند النساء. نحن بنشوف بنظره عامه بنشوف وين في مناطق بحاجه بلازما اكثر. لما بيكون تساقط الشعر وراثي بتفيد بهيك موضوع؟ اقل استفاده، الحالات الوراثيه اقل استفاده، هي بصراحه اذا نرجع تشبيه البلازما للسماد، الشعر او البشره اللي ناقصه مواد غذائيه راح تستفيد، للضرر الناتج فيها عن اهمال غذائي، عن اهمال بشكل عام، اما الحالات الوراثيه رغم حاله صحيه جيده للجسم فالبلازما راح تكون فئتها اقل. ما عم نقول صفر بس اقل. ممكن تاخر التساقط يعني عدة سنوات احيانا، بس بصير وقت التساقط الشعر رح يصير حتمي تقريبا الحالات الوراثيه لكن متاخر. رح نبلش هلا بحقن البلازما للوجه، اعطاء نضاره للوجه وعلاج بعض المشاكل البسيطه. طريقه حقن البلازما بالوجه متعدده، فينا نحقن بنفس طريقه حقن بالفروه بالراس بالسيرانج بعد وضع المخدر وبعد التعقيم. نقاط متعددة، هي أحد الطرق المتبعة جدا وفعالة. بعض المراجعين الصبايا بيخافوا من فكرة الإبرة كوخز كسيرانج، يعني خوف نفسي مع إنه إبرة ناعمة مؤلمة كثير مؤلمة. ففي عنا أحد البدائل، أعطيني الجهة الثانية والله. رح نستعمل هلا كمان بديل اخر نشاركه مع الابره اسمه جهاز الديرما بين. اللي ما بيعرف قديش هو جهاز الديرما بين، هو جهاز في راس بيحوي عدد كبير من الابر اللي بتعمل حقن وتحفيز للكولاجين. البشره بس ينحقن فيها او تتعرض لاي ابره بتشكل فيها كولاجين. فاذا جهاز الديرما بين ممكن نستفيد منه بس بدون بلازما بيحرض تشكيل الكولاجين. لما بنضيف البلازما معه فالثقوب اللي بشكلها الجهاز راح تساعدنا انه يدخل من البلازما. هذا راح اشوف دكتور، البلازما بتفيد بالتصبغات اللي بتسببها اشعه الشمس؟ الصراحه لا، هي الخلايا الصباغيه اللي تنشطت بسبب الشمس بدها كريمات او ليزر. البلازما لا ما راح تفيد. لا، في كثير مفهوم هذا يعتبر الى حد ما شائع بس هو خاطئ انه بيعالج كل مشاكل البشره. لا، تصبغات مو من عيانه. طيب السواد اللي تحت العين كثير تجرب بخصوصه، كثير جربوا علاجات للسواد تحت العين، جربوا الليزر البلازما بس معضل لحد هلا. هلا السواد تحت العين منقسم لقسمين، منه وراثي ومنه بسبب التعب والارهاق. تمام. يلي سبب التعب والارهاق ممكن انه يروح على البلازما او لكون صريح معك ما في استفاده. من اكثر المعضلات بجراحه بالتجميل بالوجه هو السواد حول العين. بعض الحالات ممكن نسمع انه عم نستعمل فيلر، بعض الحالات بيكون فيها غؤور او خفسه تحت العين تستفيد من الفيلر تعبئه الخفسه. اما اذا في سواد بطبيعه الجلد ايا كان السبب، سهر او وراثه او تعب او فقر دم، العلاجات التجميليه المالوفه ما عم تفيد. هلا حنستعمل جهاز الديرما بين كتحفيز للكولاجين برؤوس متعددة هو، ومن نفس الثقوب راح ندخل البلازما. يعتبر لحد ما الألم محمول أسرع. يعتبر هو علاج لحب الشباب؟ علاج لندبات حب الشباب. نرجع لفكرة انه البشرة اي تحسين فيها ممكن يحسن الخلايا، هو ما نوع علاج نوعي او دقيق لحب الشباب. علاج حب الشباب ممكن يكون ادوية او كريمات او هو بيجي بالخطوة التالية. خطوة اخيرة، اي خطوة بسيطة. اثر اضافي. الجهاز له عدة عيارات ممكن نتحكم فيها حسب المنطقة، مناطق الوجه. نتائج هاي العملية امتى بتظهر؟ فورية او بعد اسبوع اسبوعين؟ حوالي اسبوعين. نرجع لتشبيه البلازما بالسماد، لما بنحط سماد لتربة بده وقت لتمتص المواد. نفس الشيء الخلايا الشعر او الوجه او الجسم بده وقت لتمتص وتستفيد منها، تطلع خلايا جديدة. فغالبا حوالي اسبوعين. التأثير الأولي هذا عبارة عن وزمة واحمرار
هو مرغوب وجميل وبيحبوه، بس ما بيطول، بيرجع بتشكل نتيجة حقيقية بعد حوالي أسبوعين. الديمومة تبعه بيدوم لفترة طويلة أو لازم كل فترة الواحد يعمل جلسة؟ لفترة طويلة، حد بشرط المحافظة على العادات الصحية، تجنب التعب والإرهاق الجهة الثانية. أما مع وجود تعب وإرهاق فبنحتاج جلسات كثيرة حوالي شهرياً. إذا أحياناً اجتني حالة فيها تعب بشرة كثير، ممكن نعمل برنامج كورس شهري، أو أحياناً منقسم أكثر. الفاصل بين الجلسة والجلسة قديش ممكن يكون؟ منطقياً حوالي شهر. بيفرق بين الرجل والمرأة، بين الأعمار؟ النساء أكثر التزاماً، أكثر مواظبة، بس هو لا، كمواصفات شهر كافي. كدورة حياة الخلايا، الشعر والبشرة، 21 يوم 30 يوم كافي مناسبة. بيختلف بين الصبايا والسيدات اللي أكبر منهم بالعمر؟ عادة السيدات بيحتاجوا إجراءات إضافية، ممكن نستعمل ليزر مع البلازما، بوتوكس أكثر، عمليات شد جراحي. أما البلازما لا، هي نفس النتائج، نفس المبدأ، هي تحفيز الخلايا داخل الجلد لتعطي خلايا جديدة، لتتكاثر وتعطي خلايا جديدة. في وجع؟ كده شوي ممكن نزيد العيار شوي، ألم أكثر بالبساطة، بس أكثر فائدة. الإبرة بتخترق سمكات أكثر بهالحالة. ينصح بحقن البلازما صيف او شتاء او ما دخل بالفصول؟ كبلازما ما في شكله صيف او شتاء، نحن بنحب عاده بنفضل اجراءات خلال الشتاء اذا كان فيها تقشير مثل الليزر او تقشير بالكريمات. اما البلازما ما في مانع، دائما هي الشمس عدوتنا، عدوه البشره، عدوه الاجراءات التجميليه. بس كبلازما كونه البشره عم تضلها سليمه، ما عم نفقد هالطبقه اللي بتحمي من الشمس، فما في مشكله نعملها بالصيف او الشتاء. يعني بعد اجراء حقن البلازما الصبيه ممكن فيها تروح على شغلها؟ من ثاني يوم، من نفس اليومين، ما في اي مشكله، بس شويه تورم بسيط. بقصد التعرض لاشعه الشمس بيكون عادي طبيعي؟ هي الليزر والتقشير بيفقدنا طبقه من حمايه البشره، بده وقت لترمى، فبنتجنب الشمس، اما هون ما في اي فقد. يعطيك العافية دكتور، ومثل ما أنا شايفين إجراء حقن البلازما هو إجراء كتير بسيط له فوائد كتير علاجية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بفقرتنا لليوم.